ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، أعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي غيابات لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز. نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس، لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا ونحاول استغلال كل الفرص ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين. كل لاعبي الأهلي جاهزون لمواجهة ريال مدريد الذي يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى عالي، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف وأن نظهر بشخصيتنا، هذا هو الأهم، لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة. بطولة كأس العالم للأندية تمنح الجميع في الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية، ستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولات التي نخوضها وخاصة في بطولة إفريقيا. ما يكون نزيع موجود طبعا الواحد بيبقى الفرقة كلها بتبقى عامله حساب، وطبعا الفرقة كلها عامة احنا بنلعب بشكل جماعي كفرقة، كفرقة نادي الأهلي احنا بنلعب فرقة كبيرة زي ريال مدريد، أكيد احنا بنعمل لهم ألف حساب طبعا، وأي فرقة بنلعبها بنعمل لها ألف حساب طبعا، بكريمة نادي كبير زي ريال مدريد أكيد احنا بنلعب بشكل عام على الفرقة كلها، ما بنلعبش على شخص واحد أو على لعيب واحد، احنا بنلعب بشكل عام على الفرقة كلها، ونحضر مع الجهاز الفني ونسمع تعليمات الجهاز الفني ونحضر الفرقة بشكل كويس.